مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه عصير كتير كتير صحي وبدون اي مواد حافظه مثل اللي بتشتغل من الدكاكين، وكتير كتير طيب ورائع. من تفاحتين كبار وحامضه وليمونه عملنا لتر و700 ملي تقريبا من العصير، وان شاء الله كتير كتير بينال اعجابكم. بس تعملوا هيدا العصير، لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا حامضة، ليمونة، 3 تفاحات حجم صغير، اذا عندكم حجم كبير بتستعملوا تفاحتين. بدنا نبرش الليمونة بنحاول نبرش اللون الاورنج بس، الابيض عشان ما يعطي عنا مروره بالعصير ما بنبرشه، بس بناخذ اللون الاورنج. شايفين كيف بهيدي الطريقه؟ بنغسل الليمون والحامض قبل ما نستعملهم، كمان التفاح اكيد التفاح بنغسله، بس الليمون والحامض بنغسلهم قبل ما نبرشهم. برشنا الليمون بهيدا الشكل. هلا الحامضة، كمان برشت الحامضة. هلا بدنا نشيل القشر الأبيض لنقطعهم ونحطهم فوق الزيت. منشيل هيدا القشر الأبيض وكمان منقطعه، بدنا نشيل منه البذر. وبشيل هول الشروش كمان، شايفين هولي كل شي أبيض بشيله عشان هيدا بيعطي مرورة بالعصير، شايفين. صارت عنا بهيدا الشكل. هلا منقصها منقطعها منحطها فوق الزيست، فوق برش الليمون والحامض. طلعت كتير نظيفة ما فيها ولا بذر. كمان نفس الشي بعمل الليمونة. بشيل اللون الأبيض منيح. نفس الشي بقصها وبشيل من قلبها البذر. طلع ما فيها بذر، كمان ما في بذر ابدا بقلبه. بقطع التفاحات، التفاح بيعطي سماكه للعصير. كمان التفاحات رح اقطعهم قطع صغيرة. بهيدا الحجم بنقطع التفاحات. هلا بحط التفاحات فوق الليمون والحامض. بحط فوقهم مي. احنا بس منغطيهم بالمي. شايفين كيف بس غطيناهم بالمي. هلا حطيت انا نص لتر مي، 500 ملي مي حطيت فوقهم. بحطهم على الغاز ليغلوا. بس غلى عنا الخليط بهيدا الشكل وصار التفاح مستوي نص استوى، شي خفيف بهيدا الشكل.
يعني استوى نص استوى التفاح. هلا بدنا نطحنهم، هلا بنعمهم. خلصنا التنعيم. اذا نعمتهم بقلب الخلاط بتركهم لا يبردوا وبرجع بنعمهم، عشان اذا هن وسخنين بيضغط الخلاط وبيطلوا المطبخ كله. منضيف سكر، سكر حسب الرغبة. حطيت 3 معالق طعام سكر. حركن ليدوب عنا السكر. واذا بتحبوا في طريقة تانية، من الافضل تحطوا السكر فوق الخليط قبل ما تغلوه على الغاز. كمان هني هلأ سخنين، السكر عنا بدوب بطريقة سريعة. منصفي الخليط بالمصفاي. بسم الله. إذا بدكم هيدا الخليط شو بتعملوا؟ بتحطوه بأول بالثلج بالفريزر، بالثلج بس بدكم بتحطوا قطع منه وبتضيفوا عليه شوية مي. كمان هيدا الخليط رح أضيف عليه 500 ملي مي. هلا بدنا نعبيهم ببريق. واو، هيدا العصير صحي وبدون اي مواد حافظة وبطريقة كتير بسيطة وطيبة. بحطهم بهيدا البريق عشان اقدر فضيهم بسهولة عبريق الازاز. صار عنا تقريبا لتر من العصير، شايفين؟ منفضيهم بالبريق. كمان رح عبي الباقيين. عملنا تقريبا من 3 تفاحات صغار وحمضة وليمونة وحوالي لتر و700 ميلي عصير تقريبا. وفيكن اذا بتحبوا العصير يكون اخف شوي بيعملولكن هيدولي اللي عملناهن، بيعملولكن حوالي لترين من العصير. هذا العصير اللي عملته انا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.